من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجحة 19 قمرية، و للزمان أن ينجلي عنه سعادة. حضرت أمه آسية مريم ليلة مولد لني وغواب، حفظ الإله كرامة لمحمد آباءهم أمجاد سونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يحسن كعروا من آدم لأمي وأبي. صراط سرى نور النبوة في يمين جدهم البغية، وبدا بدره في جبين عبدي عبد المطلب وابنه عبد الله. شكرا لك مريم، شكرا لكم أعزائنا المستمعين الكل اللي تتبعوا فينا على 90.3. احنا اليوم في ضيافة دار المرابط، ديجا مدام راقية المرابط البارح استدعتنا باش نجيو إلى الدار لهنا ونطيبوا ثلاثة أنواع العصايد كما وعدتكم، اللي هي العصيدة البيضة، عصيدة الزقوقو، وعصيدة البوفريو. ومع بعضنا نمشيو المدام راقية. عسلامة مدام راقية، شكرا لك على الاستضافة، محلاك باللبسة المزيانة ديما منورة. يعيشك، مرحبا بكم. يعيشك مدام راقية، مرحبا بالحياة فين في دار المرابط، شرفتونا، وان شاء الله مولدكم مبروك على الأمة الإسلامية الكل. مرحبا بكم. اليوم باش نعملوا العصيدة نتاع العربي نتاع الفارينة، وهذيك نتاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، نتاع العادة والعوايد، هذيك عادتنا. وباش نعملوا العصيده نتاع الزقوقو اللي قلنا عليها اي ديجا البارح، قلنا مش نطيبوه، مش نعطيو التفاصيل كيفاش تطيب بالكدا، ولا واش نعملوا، باش نزيدوا احنا نعملوا هكا ان ديسير، نشيخوا هكا الحركه العشيه، ولا هكا تقعد في السهريه، باش نعملوا عصيده بالعصيده البوفريو. مدام راقيه، بالطبيعه باش نبداو بالعصيده البيضاء، كيفاش تعطينا لي زانغريديون تاعها بالضبط؟ قداش الوغ العصيده البيضاء هي ديجا قاعده تطيب لهنا، هي قاعده تطيب. حضرتها حطينا لها 300 غرام فرينه، وحطينا لها اترا ماء افخوا معناها في البارد، في البارد فوالا، ونحينا كل الكعابر الكرانولي الكل نحيناهم، عملناها بالبلونجور وصفيناها. تنجم انت كي تبدا تحب، كنت عندك هذايا تنجم تصفي بيه الغربال، الغربال، الغربال فوالا، تصفي بيه عصيده الزقوق وتصفي بيه العصيده البيضه، البيضه في الوقت اللي هي معناها انت تعرفها كعبرت لك ولا حاجه. اون جينيرال المرأة تبارك الله عمرها ما تكعبر عصيدة البيضة، تبارك الله احنا في تونس الكل نخدموها غير ما سون ديفيكولتي، معناها سي فاسيل افير، هي ديجا ماشي صعيبة، جوست شوية هكا تقعد تتحرك فيها بالكدا وكهوا. هاكا توا حطيناها على الغاز وهيك قاعدة تطيب. توا باش قاعدة تعقد بشوية بشوية، اغزر هكا ريم تعمل فيها. فوالا توا كيما قاعدين نشوفوا العصيده نتاعنا قاعده تطيب، وبالطبيعه مدام راقيه ديما نفس الحكايه، ان ندوروا من جهه بركه هكا ولا وقت اللي ديما نقول لكم لاستيوس نتاعي، وقت اللي تعصدوا ديما تمشي على فرد جهه، على فرد جهه فوالا، مرة على اليمين على اليسار، هذيك لاستيوس نتاع الحاجه اللي باش تجيك ريوسي، سي توجور لو بلا ريوسي، تمشي ديما على فرد جهه. دونك معناها لا تكعبر لنا لا تعصد لنا لا حد شيء، معناها تجي مريقله كيما نحبوا احنا، كيما هكاك. هي ديجا قاعدة تثرد العصيدة نتاعنا، قاعدة توا مدام ريم قاعدة تثرد فيها، هيك قاعدة تحل فيها، تحاول باش معناها ما تكعبرلهاش، تحاول باش تفهمها يا يابسة يا جارية، تخلي الماء بحذاها وتبدا هي تعصر. هو الماء لهنايا باش نسحقوه لشنوا؟ إذا معناها باش كنا حسيتها يابسة شوية، عينك ميزانك راهو الماء، الماء عينك ميزانك. كان حسيتها انت يبست برشا، انت تفهم وقت تبدا تحرك فيها اروى تفهمها، كان هي حسيتها جاريه برشا تقعد فوق النار وتثردها
تيبس كان حسيتها يابسة عندك انت تحكم فيها معناها لي دو كوتي تحكم فيها كان يبس تحكم فيها وكان جيري تحكم فيها معناها دونك هذاك علاش كيما قلت بكري انت مدام راقي راي بالحق ما تقلقش وما تتعبش وراي تطلع لنا اون فام باش تطلع باهي باش تطلع باهي احنا صغارنا يحبوها برشا العسيده نتاع علاش خاطر فيها باز دو لويل زبده يحطوا فوقها العسل الدقله زيت زيتونه البسيسه فوالا والدقله نزينوها بالدقله هي او هي تتاكل سي كوم ان جاتو انا يظهر لي كاينه حاجه يصير بنينها تو العسيده هذه اون جينيرال ديما الام تعملها نهار الاحد برشا فوالا اي برشا برشا نهار الاحد الزونفون يحبوها والكبار يحبوها هكا قاعدة تو تثرت فيها قاعدة تعمل فيها حتى لين دونك هذايا نهار المولد راي بالحق حتى لو كان طيبنا أي نوع متاع عصيدة دونك قلت لك مدام راقية دونك إذا كان طيبنا أي نوع متاع عصيدة ملي قلناهم ديجا أنت عطيتنا البارح برشا دراسات متاع العصايد البارح عملنا العصايد متاع فوالا عملنا متاع البندق سي البندق عملنا العصيدة البندق وديجا عملناه اللوز عملنا بتاع الجلجلان حتى كان عملنا العصايد الاخرين ديجا نهار المولد نجمو نعملوها العصيده هذيا معناها اللي هي الباز نتاع الطاوله العصيده هذيا نهار المولد الصباح نعمل لازم هذيك الصباح والاخرى تاع زبوكو ناكلوها من بعد الفطور على بعد الفطور ديسير ديما ديسير هذيك ديما ديسير هذيك فوالا لهنا عندنا مش نحطوا بانسي ملح هكا ولا بانسي تسال بانسي تسال صحيتك عرب كم تاخذ لك الصنعة صباح ريما ريما عم جي كان عشنا مش نحطوا أروى مش طيب هاي هنا سي عم جي أروى مش طيب هاي إن شاء الله خليها تزيد طعم شوية تيبس كي تبقبق ريت كي تبقبق هذي أروى معناها راي تعبت العصيدة سي بون معناها تعبت سردتها وخلطتها ومريقلها تو خليها دونك بقبق وصبها فوالا قلنا راي ما تكعبرش ما تخوفش معناها لا لبس تطلع مريقلة بقدرة ربي خليها تو تزيد تيبس تاخذ غلوة تيبس مليح وتولي تلق ريتك فاش تلق فوالا تلق هي راهي تبدا المزيانة سي بون لهنا نقولوا بريسك طابت هكا ولا بريسك طابت بريسك طابت العام الجاي أروى مش طيب لنا العصايد إن شاء الله العصايد الكل نخليو توا عصيدتنا تطيب فوق الغاز ونمشيو نشوفوا أنيس اللجمي شنو محضرنا مرة أخرى يا عاشقين غليت الأفراح وانزديني بي يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه عاشقين هليت الافراح وانزديني بي يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلي وعلي ميا ميا صلى الله عليه القد حبوب الكروية صلى الله عليه سيد النبي اشفع فيا قلبي شوق لي يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه توا مدام راقية كمان طيبنا العصيدة البيضة وزيناها وريحتها بنينة على الاخر وفايحة توا باش نتعداو لعصيدة الزقوقو هكا ولا تقولنا المقادير بالضبط قداش عصيدة الزقوقو كما قلنا احنا في البلاتو عنا باش نحضروها وني في دار المرابط الوغ صومنا الزقوقو ونقيناه ونظفناه رحيناه برحات اليد يلزم يترحى برحات اليد ولا في الطاحونة خاطر باش يعطي النكهة أكثر والزيت أكثر فهمتني وبعد ما تصفى قالوا حطينا له 300 غرام فارينة 300 غرام فارينة و 200 غرام سكر
وإترتينا حليب. دونك انت هذوما لي زانغريديون عطيتهم نتاع الرطل، اللي يحب يطيب الكيلو بالطبيعه يضربهم فودو. كيلو يعمل 600 غرام فارينة، 4 لترات ماء، والسكر 500 غرام. الوغ هاك تراو فيها توا ديجا قاعده يعطيها الصحة. قاعده تثرت فيها لاسيدا، صفيتها وعملنا لها لي زانغريديون تاعها الكل. هاكا توا بديت قاعده، شوف قاعده هاكا بديت بديت تيبس شويه. ديجا الريحه نتاعها ما شاء الله زقوق، معناها عرفت قوي ما شاء الله، هايل هايل بالقدا. هاكا عملتها وبقدر تربي ديسي هكاك 20 مينوت ان كارت دور تحضر باش نصبوها ونزينوها ونحضروها. الوغ احنا باش نزينوها، حضرنا هوني عنا البندق نتاعها، البندق وعنا الفستق وعنا الزوز، عندنا هذيك البفريوه، عندنا الفستق الكعب، وعندنا اللوز الابيض المرحي. باهي لهنا الزينه تقعد أشوى كل واحد شنو يحب. مثلا انت لهنا عملت الفستق رحيته وخليته كعب، فما شكون يقول لك نو نحبوا مرحي كهو من غير سي با لا بين الكعب، معناها دونك الزينه تقعد أشوى. اعطينا احنا نتبعوا لي زانغريديون نتاع لاسيده وقطرب الزينه، الزينه تجيب من بعد. باهي توا قلنا حكينا على لاسيده نتاع زقوق، وبالطبيعه لاسيده نتاع زقوق يلزمها الكريمه، يلزمها الكريمه، الكريمه العربي. انت مدام راقيه ما تستعرفش بالكريمه الباتيسيه الاخرى، ما تستعرفش بها الشيميك، ما نحبهاش، ما تحبهاش. انا نقول ديما عنا العظم فرشك عربي ولا سوري، الحليب عنا، نشي عنا، كل شيء عنا، العطرشيه ديجا كل شيء موجود في كل شيء موجود. علاش نعملوا في كريمه وبن صحيه، بن تحس معناها المطعم اللوجو نتاع الماكله تعطيك المطعم بنين. ديجا انت مدام راقيه البارح قلت لنا انت في العصيده نتاع الزقوق ونتاع البوفري ولا سايد اون جينيرال ما تحطش لا عطرشيه ولا ورد ولا حتى شيء، الكل تحطهم صحيح. اذا كان انت تحب تحط عطرشيه ولا ورد ولا اي حاجه تحطها في الكريمه. الكريمه فوالا كيما توا هي الوريب قاعده تعصد، من بعد ما تكمل باش نحطوا لها السكر اخر وقت. ما هكا ريم نحطوا السكر اخر وقت باش غمق لونها. فوالا ديجا لاستيس اللي قلت لنا عليه، اذا كان معناها تبدا بارده شويه ما تخافوش، ما تقولش معناها العصيده نتاعي ماهيش غامقه. دونك كي مش نحطوا لها السكر، هي كي تحط في الاخر سبحان الله ما فهمتش كيفاش تكحل العصيده. فوالا السكر هي ساعه لونها ولي لما. فوالا فما اللي يحط لها الحليب المركز، فما شكون يقول لك ما نحبش نحط سكر، نحب نحط لي كونسونتري. تعرف تبيض فوالا، تبيض وما تقعدش تقراص، والجو نتاعها هكا ولا يتبدل الجو. فوالا يفو غاردي لاغوم نتاع الزقوق، لا معناها خليه ناتوريل. هو ناتوريل هابط بالشجره، اعطاه لنا ربي معناها ناتوريل. ونزيدوا احنا باش نفسدوا له بالعطرشيه وباللي كونسونتري وبالحليب لي سورتو. الزقوقو راهو يقعد كيما هكاك، هو راهو الزقوقو بطبيعته ماهوش يمر، معناها فيه بالحق تحط السك المطعم تاع الحلاوه، معناها هو بطبيعته الزقوقو فيه سكر. دونك من بعد قلت لي انت هي ديجا بدات تعقد، فوالا تعقد، تحط لها السكر باش تترخى وميم طون باش تكحل، باش تترخى فوالا. قلنا توا نتعداو للكريمه، الكريمه العربيه. الزقوقو بالكريمه ما نجموش نعملوها بلاش كريمه. الوغ هاو هذه إطر حليب، هذه إطر حليب حاضرة عملناها حاضرة للعصيدة نتاعنا. عملنا زوز فصوص عظم، عملنا النشا نتاعنا 4 مغارف نشا. على العظم عندك زوز مغارف نشا، وعندك زادة 4 مغارف سكر، 4 مغارف سكر كل سكر. على العظمة فهمتني هذوما نتاعنا. وعندنا في الاخر عندنا العطرشيه، هيك العطرشيه باش نحطوا العطرشيه القويه اللي بدينا في الكريمه. في الكريمه كنا اروى ديما راهو في الكريمه. دونك نذكروا بالمكونات نتاع الكريمه العربي، قلنا عندنا إترا حليب، زوز فصوص عظم، 4 مغارف نشا، 4 مغارف سكر، وعندنا بيان سور العطرشيه. العطرشيه معناها قداش ابوبريك؟ والله انا نحط 4 مغارف تاع ميكله، ديما نحاول باش نحط قد السكر، قد النشا والسكر. فوالا هي سهله برامون، ماهيش صعيبه على بعضها. اروع وسهله. باش الناس تقول لك لا والله باش نمشي نشري باك و ساشي ونصب عليه الحليب ونحرك اوب سي ماك. نو اما جربوا هذه راهي فيها متعه. دونك نحطوا الحليب. انا ريت هذه توا مثلا نحط له
السكر ونحط له النشا ونخدم غرفة وندورها. دونك نحطوا له زوز فصوص عظم، نحطوا له أربع مغارف نشا وأربع مغارف سكر ونخلطه. صحيح صحيح، أنت تعلمت الصنعة. كاو صحيح طيب. برافو. تحكم تعملهم بعد تحطهم في الكريمة وتصب عليهم نصبهم في الحليب هكا ولا تحط فوق الغاز وتبدا هكا تعمل كل كورديان وتبدا بالمغرفة اللوح وانت تحرك حتى لين تيبس الكريمة بتاعك. ديجا نعرفوها إذا كان يبست دونك راهي طابت. وفي الأخر بالكل تحط العطر بيان سور العطر شاية في الأخر بالكل ونسكروا عليها. هكا تحط في السكر، هي عقدت وبريسك بدات تكحل شويه، هيك حطت السكر كما قلنا كلاستيوس بتاعنا اخر حاجه باش هي تعطي المطعم نتاع التكحال وتزيد تعطي القوه نتاع الزقوقو، تعطي قوه الزقوقو. شفت كيفاش تبارك الله؟ تبارك الله. دونك نحطوا مدام راقي نحطوا السكر ونذوقوا، معناها كل كان تحب نزيدوا السكر ولا لا؟ والله هو احنا القيس نتاعها 300 غرام على 300 غرام عملنا فرينة عليهم 300 غرام سكر، معناها خذينا قيسها. كان تحب تذوق تحسها هي راهي تعرف برشا ناس انا جي روماركي يحبوا عصيدة الزقوق وحلوة، يحبوها حلوة بالحق. سي فغي راهي بنينة بنينة كي تعملها مرة تحسش الحلاوة نتاع الزقوق. أما زاد يلزمنا نقراو حساب الكريمة هكا ولا اللي بيعتها حلوة الكريمة عندنا أربع مغارف ونشا وأربع مغارف، أما الزقوق وهو عند هو قياسها 300 غرام. واحنا تو نذوقوها في المحطة كي نلقاوها ناقصة نزيدوها كنلقاوها. احنا ديجا السكر موجود عندنا ونشوفوا عينا ميزاننا ونذوقوا ونشوفوا كيفاه. ما شاء الله اللي ريحتها ريحتها طلعت. توا سي بون لاسيدا نتاعنا حضرت وقاعدين نصبوا فيها في الكوبيت، ما شاء الله متماسكه بالقدا مدام راقي هكا ولا؟ اي خاطر وديجا وكحالت كحالت في التطيب في لي دوز نتاعها في وقتها في تصفيتها نقص شويه باش نخليه للكريمه فوالا يزيك اعمل لوش فوالا يعطيك الصحه ريم. اي ريم ماني قاعده نعاون فيك راوي وا تقول ماش قاعده نعاون يعيشك. وبالطبيعه ما تحلى سهريتنا وما تحلى قعدتنا كان مقطوعه من عند انيس اللجمي. يا صاحبي الجاه يا سيد، يا صاحبي الجاه يا سيد، يا صاحبي الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد، بالعبارات دموعي تجري على الشفرات، جيتك يا صاحب الشعرات شعرات رسول الله خليل السيد، جيك اللولية بالمحبة وعدان اللي جابت لك في دي غادية دار المرابط قشها مبغى خليل السيد. دونك توا قاعدة عصيدة البوفريوة هكا كيما وعدتنا. اسمعني كيما وعدتنا دونك يلزمك كيما وعدتكم كيما وعدتنا دونك عملنا كيما قاعدين نشوفوا توا العصيدة عصيدة الزقوقو والعصيدة البيضة وتوا مش نعملوا عصيدة البوفريوة. شنو نستحقوا العصيدة البوفريوة؟ توا عصيدة البوفريوة قاعدة صفيناها ما لا بلوتو ما تتصفيش. نعطيو الساعة لي زانغريديون تاعها. ألوغ عندنا 500 غرام بفريوة عليهم 300 غرام فرينة وعليهم 100 غرام دو سكر وعليهم 5 مغارف 6 مغارف نتاع ماكلة لي كونسونتري حليب مركز. صحيح فوالا. وعليها إيترا حليب إيترا حليب هذوما. اسمع هذه راهي تتخلط كلها مع بعض مع بعض ما تخافش عليها في البارد، معناها الكل في البارد وبعد نحطوها هكا ديجا في الكروينه نتاعنا نحاس وخلطناهم الكل مع بعض وعملنا لها واحده بلونجور هكا الميكسور بلونجور بشويه وهيك توا قاعده تطيب فيها ريم ديجا وكالعاده نفس ديما ديما من جهه بركه باش ما تكعبرناش باش ما تترتش معناها ما تدخلش بعضها فوالا معناها اوكي ريحتها اي لا ريحتها بنينه تتلم وبدات تيبس
ديجا محمد قداح نشدوا فيه بالسيف باش ما ياكلش، يخليها تطيب شويه ومن بعد ينجم ياكل صحه وبالشفاء. يتوتي ويذوق منها ويقول لنا ان شاء الله تعجبك. لا اكيد اكيد الريحه نتاعها ياسر بنينه معناها، وديجا سهله ماهيش صعيبه برشا، ديجا العصايد نتاعنا الكل ماهمش سهلين. سهله يا سيدي الفصدق سهل، ديجا عطيتهن البارح انت كيفاش نطيبوا عصيدة الفصدق. عصيدة اللو الزوز وعملنا عصيدة الجلجلان وعملنا عصيدة البندق واللوز الابيض. واللوز الابيض اللي مخلطين مع بعض. هذوما العصايد اللي قلنا ديجا قلت لنا كيفاش. في البلاتو. في البلاتو في الحياة تافي. وتوا عملنا فيش تكنيك قدامكم صارت كلها. انا بريباري كل شيء. دونك معناها عملنا عصيدة الزقوق كما قلنا بكري، وعملنا العصيدة البيضة نتاعنا نتاع العادة والعوايد اللي ما تخلو منها حتى دار وما تخلو منها حتى طاولة. ديجا حتى نهار المولد نطيبوها نحن العصيدة، حتى لو كان عنا عصايد أخرين نجمو نطيبوها العصيدة. وتوا قاعدين نطيبو في عصيدة البوفريوا. ديجا قاعدة تطيب. فما حاجة باش نقولك، باش نقولك عليها أروى. الأغز شفت العصايد اللي نعملوهم الكل مثلا عمر كلها تخرج صحفة عصيدة من الفريجيدير وتاكلها توت سويت. راهو ما عنده حتى مطعم في فمك. اي ديما انت ناويه باش تاكل لها صحفه عصيده بعد الفطور اون جينيرال ما تحب في الصباح، ولا هي ما بنها قد ما تقعد قد ما تبدين في الجدار تقعد في مجرى لها. حاول انت مثلا باش تفطر خرجها خليها لبرا وموا اون اور اون دروب دو فريجو. ما تاخذهاش من الفريجيدير تاكلها. راهو كي تاكلها من الفريجيدير ما تحس حتى شيء، ما تحس حتى مطعم بارده، ما تحسش لوغو نتاع العصيده. هو كل البرد هذاك يضيع الجو نتاعها الكل، دونك خليها شويه حتى لين تسخن. اللي بيها كونسيرفي او فريجو. اما في الماكله حاول باش تخرجها قبل بساعة. انا مثلا توا نعمل عصيتي وكل شيء باش نحط طاولتي ونفطر، كي نجي نحط طاولتي نخرج العصيدة من الفريجيدير نحطها فوق في الكوجينة لو طون دو مانجي بعد نفطر تاكل العصيدة. عندها نكهة أخرى وعندها بنة أخرى كي تبدا تاكلها. عندها بنة أخرى من الفريجيدير. ديجا أنت معناها كي نحطوا الكريمة فوق العصيدة ديجا يقولك ساعات تميز هكا. ما احنا اليوم بالكريمة العربي اللي عملناها معناها الحكاية ذيك معناها مرتاحين منها لا تميز لحد شيء. قدرة الإله تجيك ما تميزش وما تفلقتش كيما عطيتكم وتقعد قد ما تقعد معناها في الفريجيدير. تقعد معناها في الفريجيدير تقعد حتى 5 أيام. هي ما شاء الله راهي ما تقعدش هي تتاكل. هي خطرها بنينة على الآخر. ديجا نشموا في الريحة نتاع البوفريوا ما شاء الله معناها بنينة على الآخر ماهيش مش تقعد. توا العصيدة نتاع البوفريوا بريسك طابت هكا ولا ديجا الريحة ما شاء الله بنينة على الآخر. كيفاش جات غامقة ولا شوف التكستور تاعها هكا معناها اونكتيوز. هز هكا ريم المغرفة خنشوفوها. شفت كيفاش زيد عبي المغرفة ريم وهبطها. شو ريت كي تبدا هكا تجري معناها راهي باش تجيك اونكتيوز تجيك ما تجيش هي يابسة بعد ما تجيش يابسة. اي وكي تبدا تهز المغرفة هكا وتبدا هابطة بالطرف بالطرف ريت كيفاش توا هابطة جارية هذيك هي الباهية. فوالا والريحه نتاعها فاوحه تحس تشم في لاغوم تاع البوفريوا. فهمت كيفاش البوفريوا نتاعها تشم فيها. هذيك توا عصيدتنا حثرت وركحت توا باش نصبوها في ديجا العصيده نتاعنا كيما قلت مدام راقيه حضرت وطابت. انت مش تخلي للساده المستمعين شوا يزينوها يحطوا فوقها الكريمه والا لا؟ اي كيما يحبوا هما. الوغ عصيدتنا هذه توا حضرت هيك تبارك الله غامقه جيت ريحتها ياسر مزيانة وريحتها بنينة ولونها مزيان جات غامقة. توا انت كيما تحب تحطها على تعمل لها الكريمة ولا تحب تصبها في الكوب وتخليها هكاكا وتزينها بالبوفريوا. دونك فما عباد يقول لك احنا ما نحبوهاش بالكريمه، تجي معناها جوست البوفريوا وكهوا. عصيدة البوفريوا وكهوا من غير ما نحطوا فوقها الكريمه، جوست نزينوها بالفاكهه اللي عندنا، نزينوها كيما نحبوا احنا. وفما شكون يقول لك لا انا نحبها رم بالكريمه، دونك لي دو شوا موجودين معناها. لي دو شوا يجيو بنين. تحب تعمل كيما الزقوقو تعمل البوفريوا من اللوطه وتعمل الكريمه نتاعك الكلاسيك من الفوق ولا تعملها سامبل شيء ما فيها الزوز بهين انت وشوا تقعد معناها شنو تحب معناها ما نقول ما فيهاش قاعده. هي ما فيهاش قاعده فوالا قاعدين نصبوا فيها توا هاكا شفتها كيفاش اروى
قاعدين تصبوا فيها تبارك الله محلاها ومحلى ريحتها تبارك الله ما شاء الله وريحتها ياسر ياسر معناها ما غير ما نذوقوها سي بو معناها دونك العصيده نتاعنا خليوها حتى لين تبرد ومن بعد نزينوها نزينوها تو خليوها تبرد وبعد خلينا نخرجوا شويه من جو الكوجينه ونمشيوا لجو الطرب هايم في الاصحانا طال الرجا وانا النادي صلوا على المختار صلوا على المختار شفيعنا يوم التلاقي هايم في الأسحار طال الرجاء وانا النادي الكريمه كما قاعدين نشوفوا احنا ما استعملناش الكريمه البكويت اللي هي كريم ديك الكريمه الباتيسير دونك انت اقترحت علينا ان نعملوا الكريمه العربي نتاعنا نتاع الكريمه الزمنيه واحنا خلينا الكلنا في الزمني في الحاجات الزمنيه ديجا انت البارح عطيتنا عصايد من قاع الخابيه قلنا معناها نكملوا في الزمني ونكملوا في الحاجات الصحيه خاطر هي صحيه وانت قلت ما تحبش لي برودوي شيميك معناها خاطر زايدين دونك معناها نحنا توا نعملوا قاعدين نعملوا في الكريمه العربي الوغ حطينا اطر حليب هوني في الكسرونه هاكا ريم صبتها وقصتها وحطتها اطر حليب كامله ومن بعد هوني حطت ريم كعبتين زوز بصوص عظم واربع مغارف شاي واربع مغارف سكر واربع مغارف سكر على الليتر زوز نشاي زوز لا اربع نشاي زوز بصوص عظم واربع سكر واربع سكر توا هكا باش تهزهم ركزتهم مليح عملتهم كل كورديان كل كورديان توا هكا ريم باش تصبهم في ديجا احنا الحليب نتاعنا على الغاز على الغاز فوالا توا باش تبدا تصب الكريم هكا توا تحسها تخفار كلها مع بعضها ونقعدوا ونحركوا وتبدا التكستور نتاعها بنينه السافور نتاعها بنينه والتكستور نتاعها معناها باهيه كلي هكا اونكتيوز فوالا وديما نحركوا نفس الشيء حتى كريمتنا ديما نحركوا نفس الشيء ديما نقعدوا اذا كان بدينا من اليمين نكملوا من اليمين اذا كان بدينا من اليسار نكملوا من اليسار فوالا كل حاجه لازمك تمشي مع يدك علاش هي هكا تمشي مع يدك باش انت هذيك ما تفلقتش فوالا ما تقعد ديما على نفس الطبيعه فوالا احنا كريمتنا توا قاعده على الغاز قاعده تطيب هاوجنا العطر شيء روح العطر شيء باش من بعد تحط العطر شيء قاعدين نطيبوا في الكريمه العربي اون اتوندون حتى العصيده نتاع زقوق نتاعنا تبرد بيان سور لازمنا نحطوا هي الكريمه لازمنا نحطوها وهي العصيده بارده هكا ولا اي ماذا بينا اي تبرد العصيده توا هكا حضرنا توا تنجم تشوف انت اروى شويه عندنا الزقوق قاعد يبرد قاعدين يبرد الزقوقو هذيك الزقوقو قاعدين يبرد عملنا لي كوب عملنا لا غروند كوب نتاعنا هذيك تاع العائله الكل وعملنا لي كوب صغار وعملنا لا غروند كوب زاد تاع البفريوه هذيا البفريوه افيك لي بتيت كوب نتاعها واحنا خلينا شوا مدام راقيه للعباد كان يحبوا عصيده بالنسبه لعصيده البفريوه او شوا تحبوا تعملوا لها الكريمه والا ما تحبوش معناها فما عباد يحبوا الكريمه وفما اللي ما يحبوش دونك مي عصيده زقوقو اوبليغاتوارمون باش نعملوا لها الكريمه بيان سور هي بالكريمه فوالا توا قاعدة مدام مريم تطيب لنا في الكريمة توا تحضر الكريمة ونرجعوا لها كيفاش باش نصبوها ومن بعد باش نعملوا لا ديكوراسيون نتاع لي كوب نتاعنا وتبدا كل زينة محلاها تغزر لها كيف الوردة تغزر لها كيف هكا مش عليها وردة باش تنطق احنا نتفنوا فيها راه وقت نبداو نزينوا في العصيدة دي بريفيرونس انا نحب هالحكاية على الاخر نعطيو للصغيرات يزينوا بالحق يطلعوا لك تابلو مزيان على الاخر الصغيرات وخلي معناها كل صغير زين الكوب نتاعو باش من بعد ياكل يقول او موا انا شاركت في العصيده ليل زاغي بالكبار ونجوما وانا زاغي شيخي بابا سلوما الليل زاغي بالقمر وترايا
عليك ابن الدرة يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس والله يعز عليا بابا الأسمر حضرته منصوبة الليل زاهي بالكبار ونجومة. ديجا العصيدة متاعنا حضرت كما قاعدين تشوفوا توا ما شاء الله اللي هي عصيدة زقوقو حطينا فوقها الكريمة العربي هكا ولا مدام راقية وعملنا زادة عصيدة العصيدة البيضة وعملنا العصيدة متاع البوفريو وحنا توا قاعدين نزينوا فيها تو نعملوا في الديكوراسيون نعملوا في الديكوراسيون ديكوراسيون كل واحد يعمل اللي يحب تبارك الله البنات تاع الحياة الفيلم هوني كنا حاضرين وكنا ويدا ويدا زينوها كيسا استوديو الكل نقل دار المرابط شكرا على الاستضافة مرة أخرى بالحق مدام راقية معناها داركم يعيشك بارك الله فيك كي كنا صغار كانت أمي الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها تقول أي كل واحد بشي زين صحفته كل واحد يزين صحفته كل واحد احنا دي عاملين جو واحد يعمل فيه اتوال الاخر يعمل فيه والله بالحق يعمل هلال كل واحد شنو يحب بندق ما عرفش كنت تفكرش انت اي بيان سور واحنا صغار هكاك نبداو نتعاركوا عليها ديجا نعملوا ديكاري هكا كرويت كرويت كرو يبدا بالفستق وكرو بالبفريوة كرو باللوز المرحي كانت منظر فيها فريمون كنا وكانت امي الله يرحمها اللي عملها عصيده مزيانه تقولوا اي اي انت باش نعطيك حاجه خاطرك انت عصيتك ياسر معناها تبداو تتسابقوا شكون يزين عصيتو خير شكون يزين عصيتو احلى بالحق كانت جو عائلي وكانت هي راي اللمه والجو هي اللي كبروا كل واحد شد داره كل واحد هكا يعمل عصيتو في داره اما كنت لموا الحمد لله فما المولد فما العياد فما المناسبات الكل موجوده وراو العصيده ماهيش حكر على المولد النبوي الشريف نجم نعملوها في اي في اي وقت عصيده سهلين وفي سعيد عملوا ومحليو يعني اسمع واحد يعمل في حاجه على بالكيف عمل كيف اروع عمل جو واحد مش ديجا حتى توا تبارك الله قاعدين يهزوا في الموسم هكا ولا المخطوبات بنات المخطوبات نجم نقدموا لهم معناها العصيده تحب شويه بفريوه عاي شوية بفريو أخو شكرا لك أنس شكرا لك مدام راقية المرابط اللي استضفتنا اليوم في دار المرابط وكنت عند الوعد متاعك للسادة المستمعين طيبت لنا ثلاثة أنواع العصايد اللي هي عصيدة الزقوقو العصيدة البيضة متاعنا الزمنية وطيبنا في الأخر عصيدة البوفريوة وزيناها وديجا ما شاء الله معناها تعاوننا الكل إيكيب كامل تحية لهم زادة إيكيب كامل اللي حاضر معنا زينا الكوبيت متاعنا وفي الختام مدام راقية نقدموا لك الهدية من إذاعة الحياة فهم تفضل أعيشكم الكل ونشكركم الكل نشكركم الحياة فهم اللي جيتوا بحذينا وزرتونا في دار المرابط وعملنا لايف العصايد وتبارك الله تعديت سهرية حلوة ياسر معكم ومع الليكيب الكل تاع الحياة فهم وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير امين يا رب وان شاء الله مولد مبروك الامه الاسلاميه وان شاء الله نعاودوا ديما في فرص اخرى ان شاء الله وديما مرحبا بكم بحضنا يعيشك مدام راقي احنا ديما نضيفوك في الحياه فهم اليوم انت اللي ضيفتنا في دارك بالحق شكرا جزيلا لك على الاستضافه نتاعك شكرا لكم اعزائنا المستمعين نقدم لكم التحيه تحيه زاده ما ننساوش المخرج نتاعنا محمد قدح توا نمشيو للاستوديو بحضه مريم